وقع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع نظيره اليوناني في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية اليونان. كما بحث الوزيران عددا من الموضوعات المشتركة والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بحضور رئيسي أركان حرب القوات المسلحة المصرية واليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين حكومتي مصر واليونان، قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد نيكولاوس بنايوتوبلوس وزير الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني السيد نيكوس دينديس. ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية واليونانية في مختلف المجالات العسكرية، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين. من جانبه أعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين. عقب ذلك عقد لقاء بين الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة مع نظيره اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واليونانية. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول كونستانينيوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. بانطلاقة قوية بدأنا وسط أقدم الحضارات وعلى سفح الأهرامات، كان العرض الجوي الأول بيراميدز إير شو 2022، واستمرار للنجاحات ولأول مرة معا وعلى الأراضي المصرية نقدم لكم العرض الجوي غردقة إير شو 2022 بمدينة سهل حشيش بمشاركة فريق السهام الحمراء الإنجليزي وفريق النجوم الفضية المصري وقوات المظلات المصرية. العرض الجوي غردقة إير شو 2022، اللقاء الأول لفريق الألعاب الجوية البريطاني وفريق الألعاب الجوية المصري على الأراضي المصرية.